ضربها معجون؟ لا لا ايوه يلا الحين ده بسوي. فيديو ايوه هاي بلشت. فتح الباب اول ما صار الحادث خليه ايوه هيك هون لا يحرق اهي هيا ايوه صورت ينعلبوا مسرح مش شايف السيارة. طيب وين المرة؟ مرة تحت السيارة شو نزلت منها دبت منها السيارة. أري عيد شوي هاي دب منها يا زلمة فغصها من الحرام. هذا دبنا جديد اسمع فتح الباب عيد عيد فتح الباب وقعت منها مبين مش حاطة الحزام ولا حاطة الحزام الله أعلم أكيد يفضح ولا يا زلمة ايوه استنى والله لقي مثل صاروخ ابن الحرام لو مش شوي شوي وشايف سيارة من قدامه راجعة دبت منها ووجدت الضبل عليها دبت منها وجدت عليها هو نفسه دبت منها ابن الحرام طيب السيارة طب صور لي صور نقدرش نصور النمرة بتقدمها بتقدمها بتقربها بتقربها بتقرب السيارة دحلت بس يا معلم السيارة دحلت هنا وقعت منها وقوع فتح الباب وقعت منها قرب 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 وقف شوي شوي قرب السيارة هذيك اليهود بدنا نمرك اليهود ولا صعب يا ابو سعد في برنامج معين ممكن يجيبها بلاش اذا هم ياخذوه كاميرات عصيون كمان بتبينها